مساء الخير. احنا دلوقتي ببرنامج اسمه الصلح خير، ويا رب ربنا يوفقني واقدر اكون وصلة خير بين اتنين. شكرا ابو الليف. يا عم انا قلت له الموضوع ده 30 مرة وهو مش راضي يفهم، انتوا جايبين لي واحد ما بيفهمش. يا استاذ الو. ايوه هو حضرتك اؤمر يا فندم. مع حضرتك انا مش سامع. مش عارف سامع؟ لا مش يعني سامع أستاذ بس استاذ ابو الليف. افندم استاذ ابو الليف. ايوه استاذ ابو الليف. يا استاذ استاذ ابو الليف. ايوه استاذ ابو الليف. ايوه لو حضرتك سامعني هز دماغك. انا ألو؟ مش سامعه وانا مش سامعك. الو الو يا استاذ دديري. انا مش سامعك استاذ ابو الليف. الو استاذ ابو الليف. استاذ درديري لو طب لو سامعني الناس هيدخلوا لحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك عامله ايه؟ اهلا وسهلا. حصلت لنا البركه. الله يخليك يا ستي. حصلت لنا البركه. تفضل يا اهلا وسهلا. عليك السلام. تفضل 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 تفضلي اقعدي يا حاج. السلام على ودنك يا استاذ. احنا شايفينك كده حاطط ايدك على ودنك كل شويه. لا ده السماعه دي اللي وصلاني بالمخرج. اتفضل 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 اتفضل. دلوقتي الضيوف وصلوا و الو استاذ درديري. الضيوف وصلوا يا استاذ درديري. الو. ايوه يا استاذ ابو الليف. ايوه يا استاذ اتفضل. حضرتك في ايه؟ اقعد اقعد. انت بتستاذني. شكرا يا باشا. شكرا يا استاذ ابو الليف. شكرا. ايه شكرا. شاكرين قوي. طب خلاص. ايه شكرا. خلاص ايه شكرا. الحلقه خلصت. خلصت ازاي يعني؟ انا صورت خلاص. مش سلموا عليك؟ لا مش الناس وهم داخلين سلموا على حضرتك. ايوه خلاص شكرا ميرسي. يلا ازاي يعني؟ مش فاهم هو ايه الموضوع. مش فاهم حاجه برضو. اعمل ايه طيب؟ امشي ولا اعمل ايه؟ مش فاهم. خلاص كده تمام؟ ماشي ماشي. متشكرين على حيلك. هي كده خلصت؟ خلاص يا ريس. شكرا شكرا استاذ ابو الليف. كانت حلقه حلوه فعلا. انا ما عملتش حاجه. هو ايه طب ما عجبكوش يعني ولا ايه؟ عشان افهم بس. الموضوع ما عجبكوش ولا ايه؟ وراي زي الفل كده يا باشا. يا استاذ ابو الليف. يا استاذ ابو الليف. يا استاذ ابو الليف. ايوه ايوه استاذ دبي. حضرتك بتعمل ايه في حضرتك ماشي ليه؟ مش حضرتك قلت لي امشي؟ لا يا بيه انا ما قلتش لسعادتك. امال ايه؟ مش بتقول لي شكرا؟ انا بقول شكرا للضيف اللي كان عندي في الـ في الـ في الكنترول. مش فاهم حاجه والله. لا حق. انت قمت سلمت على الناس وايه ده بتبوظ الحلقه. ابوظ حلقه ايه؟ ما انت اللي بتقول لي امشي. اي يعني اقعد الضيوف اقعد والضيوف تقعد؟ لا حضرتك اتفضل اقعد. مين اللي قالك تمشي يعني؟ انا مش عارف يا جماعه مين اللي بيدي اوردرات في اللوكيشن. يا استاذ ابو الليف. نعم يا فندم. يا استاذ ابو الليف لو سمحت ما تدخلش حد عندك. انا دخل وانا مال؟ انا قاعد على كرسي حضرتك. ادخل انا ما ادخلش حد؟ هو انا اللي اقف على الباب؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اتفضل. ما احنا سلمنا وبصنا يا سيدي. السلام عليكم. سلمنا وبصنا يا سيدي. ازيك يا استاذ؟ ماشي يا سيدي. الله يسلمك. الله يسلمك حبيبي. الله يخليك. اتفضل 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 يا ستي. الله العظيم ربنا يجعله دايما فرح يا رب موجود. يا رب يا رب يا رب على ايدك يا رب ان شاء الله. ايه بقى زغرات يا بنت زغرات؟ ايه ده يا بنت ده؟
ايه اللي بتعمل ايه ده؟ بتزرط حلو مرتك والله. احنا هنبتدي كده، انا اول ما قالوا لي الاستاذه ابو الليفه. طيب هو اللي وانا بتكلم صح وعينيا. لما قالوا لي الاستاذه ابو الليفه اللي جاي انا انبسطت. ربنا يكرمك، ربنا يبسطك دايما يا رب، وانا مع حضرتك واللي فيه الخير. إيه ممكن نبدا يا استاذ ابو الليف لو سمحت؟ زغروف على وشك يا عم، صلى على رسول الله. استاذ ابو الليف بلعت لساني. استاذ ابو الليف فتحت خشم الديه تاني. استاذ ابو الليف. نعم يا استاذ درديلي. استاذ ابو الليف. ايوه يا استاذ درديلي. ممكن لو سمحت نبدا الحلقه من فضلك؟ ممكن نصلي على رسول الله. انا عايز ابدا الحلقه. اتفضل استاذ ابو الليف. نتكلم بما يرضي الله استاذ ابو الليف، ونتكلم صح. استاذ ابو الليف. ايوه استاذ دردير. يعني استاذ ابو الليف. استاذ دردير مين؟ انا اسمي مجاهد. ايوه ماشي يا استاذ مجاهد. ايوه استاذ دردير. مجاهد ابو راشد. طب ثانيه عشان بيكلمني الاستاذ. يا استاذ ابو الليف يا جماعه شوفوا لنا الصوت. طيب عشان انا مش استاذ ابو الليف. يا باشا يا استاذ درديري يا جماعه شوفوا لنا السماعه. يا استاذ ابو الليف صوتي مش واصل للاستاذ درديري يا جماعه. سامعني؟ طب تمام. أنا سامع حضرتك. تمام يا استاذ مجاهد. بس مشكله كانت في الشعر معلش. لا ولا يهمك. حلوه دي. حلوه ان انت عجبته ورا ودانك. تمام يا باشا. لا الباشمهندس هو اللي جابه ورا وداني مش انا. يلا مش مشكله. ماشي يا استاذ. انا عايز اخلص من الحلقه لو سمحت. يا ريت والله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل بسم الله. 3 2 1 ايه بقى مشكلتك يا استاذ مجاهد؟ نتكلم ولا 3 2 1 يعني نعمل ايه؟ مش فاهم. نتكلم ولا نسكت ولا نعمل ايه؟ ثانيه واحده يا استاذ مجاهد. يا عم مجاهد انت عسل والله. هي ليله متوفقه. ازيك يا حاج عامل ايه؟ ربنا يبارك لك يا رب. ان شاء الله خير والله. ان شاء الله خير والله. ما تقلقش بس انت زي القمر والله. ربنا يخليك يا رب. الحمد لله يا رب. بس هو ابن حلال برضه. هو ايه الموضوع يا مجاهد؟ يا باشا هنتكلم ولا مش هنتكلم ولا هنحل الموضوع ولا ايه؟ يا استاذ درديري ده يا فاطنه بقى نسمع من فاطنه مشكلتها مع مجاهد. اتفضلي. انا مشكلتي هو متجوز، انا الثانيه. انت الثانيه؟ اه. عنده اولاد هو؟ اه عنده. عنده 2 بس في البلد مش هنا. في البلد ايه؟ ما هو في البلد. لا انا مش عايشه معاه، انا عايشه هنا. انت عايشه في مصر؟ انا عايشه هنا. اه عايشه هنا مع امي. دلوقتي هو بيجي لي يوم في الاسبوع. بيسيب لي 30 جنيه طول الاسبوع. كل صلى على رسول الله. نتكلم في نقطه وجزئيه واحده تجاوبيني عليها بما يرضي الله بيني. تمام. تاني راضي ذمتك. راضي. 30 جنيه في الاسبوع. حسن. ما يكفوهاش. نعمه من عند ربنا. سمعتي؟ مش قاعده في بيت امها ومعمها. سمعتي؟ حلوه قوي دي. رضا من عند الله. رضا. ازاي؟ هقول لك ازاي. كل واحد بيمد رجله على قد لحافه. جوزك ظروفه كده هتعيشي معاه غصب عنك لان انت قابله بيه من قبل ما تتجوزي. هو معاه فلوس والله. انا رديت يا ستي. راجل بخيل وانت متجوزاه وعرفتي ان هو بخيل. ده بص الواحد بياخد البطيخه بيفتحها يا تطلع حمراء يا تطلع قرعة. يا لهوي انت داخل في البنت كده ليه؟ انا مش داخل. البنت ذنبها ايه يعني في ده كله؟ عادي عشان سايب. يعني انا عايز اسال سؤال. يعني هو البنت ذنبها ايه في ده كله؟ عادي عادي يا عادي عادي. عيب دي عيب عشان في جمهور. الله هي دي كلمه الحق اللي عندكم؟ لا اله الا الله. الناس تشهد. اقعدي يا امي اقعدي. اتفضلي اتفضلي عشان الناس. عيب عيب. احنا قدامنا ناس بتتفرج أنا علينا. انا مش فاهم. انا عامل أولاً... مش جايب غير البنت ويعمل عليها فلوطه. بتعمل عليها ايه؟ فلوطه يعني ايه؟ فلوطه يعني ايه فلوطه؟ هي كلمه فلوطه. انت منين قلت لي يا مجاهد؟ بيسال يعني من كفر ابو محمد. كفر ابو محمد. طب وانت منين يا حاج؟ انا من مصر من بولاق. طب وايه كلمه فلوطه دي؟ مش كلمه فلوطه دي برده كلمه مش حلوه؟ صح. ليه وحضرتك مش ابن بلد وعارف يعني ايه فلوطه؟ لا والله ابن بلد بس اول مره اسمع كلمه فلوطه دي بصراحه يعني. ومن عابدين. يعني انت ما ركزتش غير على فلوطه وانا عايز افهمها بس. وصولك ده كله هو راس الراجل ساكت وعمال يضحك وساكت اهو. اهو النبي عسل بجد. يا ريت يا ريت. ليه يا اختك كنت اتجوزتها له؟ اسكت يا شيخ. الله يخليك. والله بجد انت زي والله كلك ذوق. واني ارتحت لك اول ما شفتك. الله يكرمك. بص بقى بجد صل على النبي. دلوقتي احنا ايه؟ وكيل. صل على النبي. واني شاري يا استاذ. انت شاري. تمام تمام. هو الكلام ده متسجل كله؟ احنا في الحلقه كده بنصور وبتاع.